مثل ما المصاري بتختفي وبتظهر بمكان تاني، بنفس الطريقة كان رفيقنا أوزي عم يختفي من حياتنا وعم يظهر بمكان تاني وهو مستمتع فيه أكتر. أنجلي وبيانكا وعائشة، أنتوا ليش لابسين هيك؟ بالحقيقة لأنه نحن عنا مناسبة خاصة. عيد ميلادنا. الاحتفالات بأعياد ميلادكم صار لثلاث أسابيع ولهلأ ما خلصت. شو يلي عم يصير؟ لول السبب. لول؟ ممكن تفسري لي أنجلي؟ هاي تحضيرات مشان الانتخابات، وهذا الشعار يلي اخترناه، وعم نعمل احتفالات مشان ننشهر بالمدرسة. لول كل أسبوع عيد ميلاد مشان نكسب الطلاب. أنتوا هون بمدرسة، أوكي؟ نزعل منك. نحن منعرف إنه بمدرسة، بس ما بيصير تتمسخري علينا ولا على حملتنا. لهيك صوتي للول وصوتي كمان للباسنا الجديد. أوزي؟ نعم. بالوقت اللي كانوا فيه طلاب المدرسة عم ياخدوا دروسهم، كان أوزي مشغول ومو فاضي أبداً. بيانكا رشحت حالها لرئاسة المدرسة، وأوزي كان مدير حملتها الانتخابية. بابايا هو عصير المفضل. أوزي أنت اللي عم تعمله كارثة، هي مصيبة. أنت هيك عم تسلم المدرسة لبنت ظالمة. يعني بس فهمنا، أنت شو رح تستفيد من هالقصة؟ شو اللي جابرك تساعدها؟ رح أقول لك، بتعرف؟ شجرة البابايا في نوعين لإلها، ذكر وأنثى كمان. واو، شو هالمعلومة؟ شكراً لك. اتركه، هي مقدمة لشي مهم حابب يقوله، بس طول بالك عليه شوي لا تلبكه. طيب شجرة البابايا الذكر شو بتحتاج لحتى تلقح الشجرة الأنثى؟ بتحتاج تقرب. ولحتى تتم هي العملية لازم الذكر والأنثى يتقربوا من بعض. ايه ونحن هلأ قاعدين لتعطينا درس علوم عن شجرة البابايا؟ شو بيهمنا هالعلاقة؟ طول بالك، جايكم بالحكي. تفضل تفضل كمل. ايه يلا تفضل قول كمل. تخيلوا معي، أنا هو ذكر البابايا وبيانكا هي الشجرة الأنثى. أوه وبعدين؟ فهمت شي. لحتى أنا وياها يجي يوم ونكون مع بعض، شو يلي بيلزمنا؟ حجة لنكون قراب. أنا رح أشتغل بحملتها ليل نهار، وهيك أنا وياها رح نكون مع بعض لوقت طويل بمساحة كتير ضيقة، ما في أي شيء بيفصل بيني وبينها، قراب من بعض. أكيد نتيجة هذا الشيء أكشن. ما رح تقدر تقاوم سحري وجمالي، رح أقدر وقعها. نصيحتي إلك لا تتفائل. يمكن هي خجلانة تقول لك الحقيقة. اصحى. بيانكا عم تتواعد مع أرمان، وهيك بتكون كل خططك راحت على الفاضي. لا انتو بس لأنكم غيراني. ايه انا غيران كتير. صدقيني هاي الحادثة صارت مكررة مع كتير عالم. مصاري الناس عم تختفي من البنوك. تفضل. واللي عم يحتال هيك هو حدا محترف كتير. والمشكلة إنه الضحية ما عم يعرف غير لبعد فترة. أكيد في حدا عم يلعب هاي اللعبة عن طريق الإنترنت. بالإذن منك. ألو، أهلين. حدا تأكد إذا سيرفرات البنك آمنة؟ التفاصيل بهالفلاشة. بلشوا شغلكن ورح نضل على تواصل. معقولة عن طريق الانترنت؟ طيب بركي الناس اللي عم ينسروا مسجلين معلوماتهم البنكية على صفحاتهم، وهي الصفحات عم تتهكر. معقول؟ لا ما بظن في حدا بيعملها. طيب معقول الهكر إذا مهكرين سيرفرات البنك؟ لا مو معقول يقدروا على كل البنوك. في شيء مو منطقي وما عم يتفسر معي. أوزي أوزي هلأ أنت هون؟ وين خطابي الانتخابي؟ واو عن جد انت مهضوم كثير. شكرا. طيب فيني اقول لك شغله؟ شو يلي ممكن تعمله اذا بستك قدامهم كلهم؟ شو اللي ممكن تعمله اذا بستك قدامهم كلهم؟ ممكن يعمل اي شيء كرمال هالبوسه هي. بس لحظه، هذا المشهد بنسميه بالعاده المشهد الخيالي، وبحياته ما بيصير واقعي. عم تحلم.
شباب يا ريت تفضوا لي الغرفة هون، بدي أحضر خطابي واتدرب عليه لحالي. يلا لشوف، يلا لبرا. نحن هون عم نتدرب مشان أولمبياد رياضية، بأيام بس 5 أيام للمسابقة. فيكن تتدربوا على هي السخافات بعقلكن، ماشي؟ أنا بحتاج الغرفة أكثر منكن. إيه وبالمناسبة صوتوا لبيانكا، صوتوا للول، وتأكدوا إنه أنا الأنسب لكم بين كل هالطلاب. المكتوب مبين من عنوانه. لا تغلطي، أنت عم تحكي مع الرئيسة المستقبلية لمجلس المدرسة. لسه ما ربحتي وعم تتحكمي فينا. عذريني، بس ليكون بعلمك إنه أنا المرشحة الوحيدة، يعني إذا بدك روحي اعملي حساباتك وقتها بتعرفي إنه أكيد رح فوز. يلي رح يفوز لول، ال او ال، هذا هو شعارنا. وبظن إنه ما حدا رح يتجرأ يرفع غير هذا الشعار أبداً، لأنه لول رح تسيطر على المدرسة. شو رأيك إذا خليت ما حدا يصوت لك بالمدرسة؟ قولي لي شو رح يصير بشعار لول الخارق يلي صرعتي راسنا فيه وقت نقلعك كلياتنا. اسمعيني، لا تتجاوزي حدودك، أوكي؟ أنا كثير آسفة. ليش شو ممكن تعملي؟ هي تجاوزت حدودي. لا لا لا. قربوا. يلا أنا ناطرة، فرجوني. خلص خلص دي، اسمعيني شوي. أوزي، بما أنك مدير حملتها فيا ريت تتعلمها الاحترام. امشوا. أوزي اهدي حبيبتي، خلص خلص روقي كرمال. تيا 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 تيا، ليش أنت كمان ما بتترشحي؟ أنت الوحيدة اللي بتطلعي من قدهم، وبعدين كلنا رح نوقف جنبك وندعمك. أكيد، بس موعد التقديم خلاص، كيف جاي تترشح بعد ما خلص الوقت؟ أنت ليش بدك تترشحي؟ شو أسبابك؟ ما بصير يكون في مرشح بدون منافس. خلص وافقت. بصراحة أنا ما بعرف ليش جبار وافق، يمكن لأنه بيكره بيانكا، أو يمكن مو مهتم. إيه، وخاصة إنه بنفس اليوم انسرق حسابه بالبنك. أيوة أنا معك، بترجاك رجع تأكد من حسابي. لا لا مستحيل هذا الحكي، أنا أصلاً ما فوت على الإنترنت، أكيد المشكلة هي من عندكم. شوفوا وين المشكلة، يمكن بالنظام الأمني تبع البنك، لازم تتحملوا مسؤولياتكم. شو عم تقول؟ كيف مو من عندك؟ أوكي، أنتوا شو لسه عم تعملوا هون؟ طالعوا برا. ألو؟ أهلا بك في بنك مومباي. نحن في بنك مومباي نهتم بأمن وأمان إذاعتك. من أجل تفعيل البروتوكول الأمني لحسابك الجديد، رجاء اضغط على 1. ولمزيد من المعلومات يمكنك شكرا لاختيارك حماية حسابك. رجاء أدخل رقم حسابك. شو صار معكم يا شباب؟ مشي الحال. شو؟ ترشحت. ممتاز، لازم تفوزي على هالمجنونة. شي أكيد، شفت كيف متمسكة فيه؟ حبيبي بليز حبيبتي. مو معقول يا شباب، خلص. مو معقول، ما كان لازم يروح الطابة هيك، توقعته يسجل جول. ايه؟ فجأة النتيجة انقلبت. ايه أوزي وين رايح؟ ليش شو بدك؟ شبك لأنه في اجتماع للمجموعة ما بدك. عن جد؟ أنا آسف بس مشغول أي فترة. تعال، بيانكا طالبتني لعندها، وانا متاكد انه رح تفاجئني وتعزمني على العشاء. ما في الطف منها كثير. ايه بعدين الانتخابات صارت قريبه وعندنا شغل كثير. فعلا الشغل تبعك ضروري اكثر منا، صح؟ شو بدك الشغل معنا؟ وعلى شو بدي غار منا؟ خلصنا بقى، يلا علي فضيله. ايه بنرجع لحديثنا. نرجع لاوزي ومشاهده الخياليه. اجا اليوم اللي رح يدق فيه على باب بيتها لبيانكا، وهون بلش الخيال يلعب لعبته.
لحد هاي اللحظة هو كان لسه عايش بالأحلام وكان مو عاطي فرحته لحدا. الشي اللي عم يصير معه حتى بأحلامه ما كان يفكر فيه. قلي أنت جاهز؟ وإذا ما كنت بتعرف نحن فينا نعلمك. لك أنا يلي بدي أعلمكم. هلأ شوفوا مين يلي ما بيعرف. ممتاز، معناتها تفضل معنا. معكم كلكم؟ تعالوا لحقنا. شو يلي عم يصير؟ أنا ما عم صدق اجيتكم. أوزي، حاجة تضيع لنا وقتنا وتعمل حركات بايخة، تعال لهون. أوكي. على الأرض. ممتاز. انك بتعرف الغنيه نام يورين كيجيو؟ طبعا انا يلي بعرفها. اي سمعنا لنشوف. ايه نام يو 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 يي يي يو يي. اوزي خليك ساكت اوكي، حاول تحفظها. نام ممتاز، هاي الغنية بتخليني ارتاح. خلينا نروح ونشيك إذا زاد عدد المعجبين. تعالوا. أوزي ممكن تفهمنا شو يلي عم تعمله؟ أنا آسف كثير. أوزي اسمعني، أنت مدير حملتي الانتخابية ومن أصدقائي المفضلين كمان. إيه لهيك لا تضطرني إني ألعك من هون. بنصحك تلتزم بشغلك ولا تحوص كثير. كيف؟ شو يلي عم يصير على الصفحة؟ سول وصورة شمس؟ مو معقول أبداً. مين؟ غير لنا الصورة إذا ولا وحدة منا. شو هذا الشعار يلي بيقرف؟ شايفين؟ شوفوا شو كاتبين. أوه تحت الشمس. أوه، حلو. هاكر، هاي صفحتنا تهكرت من قبل المنافسين. مستحيل، غيروا كل الصور يلي على الصفحة وحطوا لنا هاي. يا ترى مين اللي عملها؟ أنا بعرف مين عملها. شغلة واضحة. جبار قال إجا اتصال مشان التحديث الأمني لحسابه. أنا بظن هالاتصال في وراه شي. مرحبا، بدنا طلب. فيك تشوف لنا إذا الضحايا اللي تعرضوا للسرقة إجاهم اتصال قبل مشان التحديث الأمني؟ بس لحظة، رح شوف لك. صح، توقعاتك طلعت بمكانها. 7 من القضايا اللي تفقدتها، 5 منهم إجاهم اتصال مشان التحديث الأمني. بس قلي، أنت من وين عرفت؟ لأنه جبار إجا اتصال. مو هاد مدير مدرستكم نفسه؟ إيه، وبظن ما في أي تحديث أمني للحسابات. فيك تتأكد لنا؟ إيه طبعاً، خليك معي شوي، هلأ برجع لك. على الأغلب هي كلياتها لعبة. هلأ شوفوا رح يجي ويخبرنا أنه الضحايا دخلوا أرقام حساباتهم وكلماتهم السرية كمان. اسمعني، الضحايا إجاهم اتصال من شان تأمين حساباتهم ودخلوا أرقام حساباتهم وكلماتهم السرية. بس كيف هيك؟ أنا بظن أنه في حدا قدران يخترق نظام البنك وعامل هاي الخدعة كلياتها ليقدر ياخد تفاصيل الحسابات. يعني اللي صار ببساطة أنه الضحايا عطوا تفاصيل حساباته لشخص مجهول. منجرب نتعقب الاتصال. ديا، أنت وحدة لئيمة. إذا عرفنا شي من خبرك. أوكي، أوكي. باي. إذا أنت عم تنافسيها، ليش لحتى تهكري حسابها؟ قولي. مو فاضية لك. ما بصير،
لأنه بدنا نخلص المدرسة منه ومن غلاظتها. حرام، كانت هي فرصتي الوحيدة لأوصل لبيانكا. هي عم توعد أرمان. كيف؟ حبيبة قلبك عم تخونك مع أرمان. لا، هن مجرد أصدقاء. يلي شفته أبداً ما كان بيوحي بالصداقة. ليلو أنتي مثل له روكي، فهمني مو على أساس إن إحنا رفقات. قلي الحقيقة، ما رح أزعل. قولي بسرعة، يلا أنا بتقبل الموضوع. طيب أحفرجي. أرمان حبيبي، أنا اشتقت لك كتير. إيه حاجة أرف، خلاص. طيب أنا رح فرجيك. إيه تفضل. لا لا، خليك واقف، رح ساعدكم. بس أول إيد على القلب، والثانية ورا الرقبة، والتم لهون، وتمك كمان. هي بيرفكت. وهلا لعندي. شوفوا. كتير مبين عليكم منسجمين. هي على الانستغرام فورا. لا لا، وقف، ما بتعملها، ما رح خليك. استنى شوي، هذا اليونيفورم بيقيدنا وبيخلينا مو مرتاحين. شو شايفيننا اولاد صغار؟ لازم نتمرد لناخد حريتنا كاملة. لول لول هو خلاصكم، رح نكسر القواعد. الحرية هي طريق الإبداع. بدنا نحافظ على اليونيفورم ببساطة، لأنه بيانكا عم تشجع هاي الفكرة ومصرة عليها، مشان تفرجينا ثيابها وكل يوم تعمل لنا عرض أزياء. هذا الحكي ما له صح أبداً، اطلعوا عليها. كل هذا يلي عم تقوله لأنها بتتضايق مني وبتغار من جمالي، ولأنه هي ما عندها الشعبية يلي أنا عندي إياها. كلكم بهالمدرسة بحاجتي. أنا عندي خطة، عندي جدول أعمال. حدا منكم شاف شعار حملتها؟ شعاره ما له معنى، أكيد كلكم شفتوه. قلدتنا وقررت إنه شعاره هو سول. الخيار لإلكم، إذا كنتوا بتفضلوا لول ولا رح تختاروا سول. انتوا بدكم حدا يحترمكم ولا يقلل من احترامكم؟ هي وحده مو محترمه. محور اهتمامها هو تطبيق الشباب. بكره اذا شاب ما شالها من ارضها شو؟ بينتزع مزاجها وبتعصب عليكم. معقول؟ صدقوني هالبنت هرموناتها ومزاجها بيتحكموا فيها. لهيك انتوا مالكم غير سول. مع سول رح نحقق الأحلام كلنا بصوت واحد. سول مين بدكن؟ لول لول لا لا لول 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 ورفقاتها ليراضوها ويرفعولها معنوياتها أخذوها ونفخولها شفايفها مشان تصير أحلى ويصوتولها كل شباب المدرسة. أوزي، لازم فوز بأي طريقة. إيه ضروري. ما بتعرف قديش الفوز مهم بالنسبة إلي. علاقتي رح تتأثر بنتيجة التصويت. شو هو يلي رح يتأثر؟ شو؟ قالت لك علاقتها. أوه، تعرف شغلة؟ شو؟ هي السنة يلي رح يفوز رح يعطوه بالمدرسة غرفة خاصة. رح تكون لبيانكا وأرمان. هي هيك عم تحلم. معقول مزعلها يعني؟ علاقتهم هيك بتتطور أكثر. أنا كتير خططت للمستقبل، كيف بدي رتب غرفتي وزين له إياها بالورود؟ معقولة تحرموني من تحقيق حلمي؟ رح تخلوها لتيا تحتل مكاني وتاخذ لي غرفتي؟ لا تقلق بيانكا، أنا عندي فكرة. طمني، أنا هون. حاجة غش بقى. قربت نهايتك، يلا حاجتك بعد. فرجيني، ما حدا بينافسني بهي اللعبة. أوه، إجا العاشق الولهان. شو طمنا عن بيانكا، شو أخبارها؟ كيف كان موعدك؟ أحكي. لهلا ما عرفت تحلوها لهي القضية. أنا بعرف شو الحل. برافو. نعم، وشو هو الحل يلي عندك؟ قلي. كتير واضحة. شو؟ يلي عم يتصل مو شخص عم يحكي، هذا اتصال مسجل. ايه فعلا حكيك منطقي. شو اوزي؟ صاير ذكي من ورانا؟ ايه، انا قعدت وفكرت بالقصة وحسيت انه القضية بسيطة. الموضوع عم يتم بشكل آلي، قصدي عن طريق الانترنت. هي الافكار كانت براسي بس ما كان عندي وقت فاضي لحتى قلكن اياها. شو معنى هالحكي؟ اذا ما عم يتصلوا من رقم محدد ما في طريقة لنمسكهم. لا لا، لازم يكون في، بدنا نحلها. فيك تتعقبي هيك اتصال؟ في طريقة واحدة بس.
اتصلوا بالضابط بوسهيل. ايوه اتصلت لخبرك انه نحن كشفنا المجرم. هو ببناء اسمه سانشاين. هذا البناء بمنطقة اسمها مانيش نار، ما هيك؟ صح. اوكي روح على بناء سانشاين بمنطقة مانيش نار. انا رح الحقك لهني. تفضل، بما انه القضية انحلت. اوكي؟ أهلين مدام. ممكن تقلي كيف حليت هيك قضية معقدة بسهولة؟ إيه طبعاً. رح أقلك كيف قدرت أعرف المجرم. هاد بذكائي طبعاً. الناس إجتهم اتصالات. لأنه الناس إجتهم اتصالات يعني. وبعدها سرقوا حساباتهم. وبعدها فوراً سرقت حساباتهم. قدرنا نكتشف إنه. قدرت بذكائي أكتشف إنه. كان الاتصال من كمبيوتر. إنه هاي الاتصالات كلها من كمبيوتر. وقت راقبنا عن طريق الإنترنت. وقت راقبنا كل الحسابات عن طريق الإنترنت. دورنا كتير. عملنا بحث عام. إيه وتذكرنا إنه من أربع سنين. تذكرنا إنه من أربع سنين صارت نفس هاي السرقات. راجعنا القصة وحليناها بنفس الطريقة. نحن عرفنا نوصل للمجرم. قدرنا نوصل للمجرم. وحددنا موقع أول شيء. وبعدين رحنا قبضنا عليه. فهمت عمي؟ أنا قصدي فهمتي مدام؟ ما بدي اكل هاي الاكل. جاي عبالي اكل باستا. انت رح تفوزي بالانتخابات. شو رجع لك عقلك؟ مو كنت مدير حملتها لبيانكا؟ هي بيانكا قلعتني وقال ما بدها تتقرب مني ابدا. هي عم تطلع مع ارمان، انا شفتها. وقال هي كل هدفها من الفوز انه تكسب الغرفه الخاصه. قلنا لك من الاول بس ما رديت علينا وقعدت تنظر وتحكي لنا عن شجره البابايا. اي بالضبط. اسمعي، بالنسبه لبيانكا ذكر البابايا هو ارمان. رجعنا مشان هيك بدي اياك تفوزي. ماشي. ما بتهمني ابدا الغرفه الخاصه، انا فتت بالقصه بس مشان جاكره لبيانكا مو اكثر. بس بدك رايي تيا، رح تفوزي وحتى جبار عم يدعمك. ايه يلا تيا. تيا رح تفوز. تيا رح تفوز. تيا رح تفوز. تيا ما بدها كل هالمنصب لانه لا بتحب القوه ولا السلطه، بس بيانكا بتحب الاثنين. والمدرسه راقبت الاثنين وشافت توجهات كل وحده واخذت القرار. الشخص اللي ما كان بده عطوه المنصب والقوه. تيا هي اللي فازت. أهم مواصفاتها أنها ذكية ومعارضة لبيانكا، وهذا أنسب نموذج لهالمنصب.